بعدين الحديد الفولاذ. عندنا هنا تبين منطقتين، منطقة عالية في الصلادة ومنطقة منخفضة. شلون تبين هذه المنطقة؟ هنا أنا بالوسط راح يصير اللون الرمادي، بس بالبداية حيصير ناصعة لمعة قوية بيها. هاي الفرق بين المنطقة هذه، بين هذه المنطقة وبين هاي المنطقة. بس هنا معدن عالي الصلادة ومعدن منخفض الصلادة، راح نبين بالصوت وبالفهيس، يعني بالنسبة لشكل الفليس الموجود عنده. معروف هذا بيطلع اكو ازرق واكو لونه ابيض، يعني هسه هذا هنا بالوسط راح يكون لونه على بياض، بس بالبداية راح يكون صوت عالي ولون ازرق. هذه سببها الصلادة العالية والصلادة المنخفضة بالنسبة للمعدن. بس هنا أنا صلادة منخفضة قلنا بالنص، وبالبداية حتكون صلادة عالية. باعوا الصوت العالي هسه، هذا الصوت شلون يبين، باعوا لونه ازرق. القلم المستخدم هنا لقمة كاربيدية معينة في الشكل. طبعا هنا منخفض حيكون لون ابيض الرايش.